السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار يا ربي. غادي نشارك معاكم فطور سريع بالزربة. غادي نمشي عند امي، غادي نفطروا معاهم. جا واحد خويا غادي يبغي يشوف امي، جا شوية بعيد، وغندير ليه شي بطيبيطات معمرين غنشاركهم معاكم. امي واحد جارتهم الله يخلف عليها، جارت مرات خويا الله يرحمها، وكانت صديقة ديالها حميمة، قالت لبنت خويا بلا ما ديروا فطور غنجيب لكم اليوم الفطور. ومسكينة الله يخلف عليها ما قصراتش، بزاف ديال الحوايج غتشوفوهم معايا في الاخر ديال الفيديو. وهنا انايا غادي ندير هاد البطيبيطات اللي قلت لكم. عندي هنايا دقيق كامل بالنخاله ديالو، وعندي دقيق ديال القمح اولا سيمولا دي جرانو ريماتشيناتو ولا الفينو ولا كل واحد شنو يسميه، ماشي البيض ماشي الفورس. وغادي نشدو غندير لي واحد شويه ديال الخميره هكا كيف ما غتشوفوا معايا، وغادي نجيب الماء الدافي، وغادي ندير واحد الحفيره الوسط، وغادي نخويها داك الماء، وغادي نخليها واحد دقيقه ولا ما كاملاش تفعل شويه. غندير واحد شويه ديال المليحه ضروريه مليحه، وغادي ندير واحد شويه ديال الاوريغانو اللي كيساعدني في الهضم دايما، كنديرو خويا حتى هو عنده مسكين مشاكل ديال المعده، تيبغي ياكل خفيف وداك الشيء زوين، غندير ليه شويه ديال الاوريغانو حتى هو هكا. وغادي نجمع كل شيء، هذا الشيء غادي نحاول ندلكو مزيان. العجين بعد ما دلكتو مزيان صافي، وانا نجيب واحد المقيطه ديال الزيت هكا، وغادي نحاول ندورو في الزيت هكا. ودرت غا واحد المقله، درت فيها غا السبانخ، راه هي كيف ما تشوفوا معايا السبانخ غسلتهم وحطيتهم في هذيك المقله غير وحدهم، وغطيهم جاكمو في ميتي كوبركيو سوري سبيناتشي. فوالا اوكي، ها العجين ها هو. مع الا كانت عندكم الكميه قليله خليوها تخمر واحد 10 دقائق عاد خدموها، كانت عندكم الكميه كثيره 6 كيلو ديال الدقيق وبغيتوا البطبوط يجيكم زوين، غديروا نفس العمليه اللي غندير انا باش ما يخسرش لكم ويجيكم مزيان. هاك غنشد هكا وغنبدا نشكل مباشره، كي عجنتو دهنتو باش ما يلصقش ليا، وغنبدا نوضع هنايا هانتوما. غنستمر هكا حتى غنكمل هاد العجين اللي عندي وغنتلاقى معاكم. هنا كملت هاد العجين، ها هو كيف ما تشوفوا معايا 4 و 4 8 12 و 3 15 حبه اللي عطاتني هاد العجين هذا. غادي نخليهم هنايا غنغطيهم وغندوز للسبانخ، ها هما طفيت عليهم طيبتهمش مزيان، ها انتم فيهم واحد شويه ديال الماء، غنديرهم في هاد الشبيكه هنايا باش يتسقطروا ليا هكا. شفتوا الماء كيهبط منهم، ها نخلي هاد الماء يهبط هنايا. وغادي نجيب واحد المقص لان مزروبه والعجين واجد، هذا ما وجدتوش تكري، وغادي نحاول نقطع هكا هاد السبانخ مزيان نرققهم، وغادي ندير سميتو نخرجهم برا للبالكون يبردوا. غنمشي برا نبدا نقطع فيهم هكا باش يبردوا ليا تما. هنا خليت هذاك السبانخ تيبرد، وجيت هنايا عندي غا الزيتون الكحل تنحيد ليه في العضيمات هكا، غتنبرك عليه وتنخرج ليه في العضيمات مع مزروبه. راكم عارفين الشقه ديال الزربه ملي تتكونوا مزروبين كتوليو طايره، ما تعرفوهاش كديره، حنا في يديكم والاخرى كتسنى فيكم كتكونوا طايره. المهم غنقي هاد الزويتينات هكا، وغنجيب واحد شويه ديال الطون وغادي نتلاقى معاكم. هنا حيدت هاد العضيمات، هاد السبانخ بردو ها هما تسقطرو ليا من الماء هكا، غنوضعهم هنايا. وعندي هنا الطون غنضيف عليهم الطون، حلا جاكم هادي ضرب لولو ما تبرع سي سي لولو بون كوتي ديال هاد الطون. اوكي، وغادي ندير معاهم شويه ديال مليحه غير شويه لان السبانخ تتكون مالحه. غندير معاهم اوريغانو وغادي ندير معاهم يا ربي. خويا تا هو عندو مشاكل ديال المعده ما تياكلش على اللي كان، تيبغي داكشي ديال الدار وهكا. غنجيب واحد اخر ديال الطون وغنخلط كلشي هادشي مزيان هكا، غنحاول نحرك كلشي هادشي مزيان وغادي نوري لكم. صافي هنا العجين تيكون ارتاح واحد شويه، وغادي نبدا دابا نقرص. غادي نجيب واحد شويه ديال الدقيق وتنبدا بدوك الاولات، وغادي نقرص وغادي نوضع في واحد المنديل وغنخليهم تما يرتاحوا. غنبدا بهاد الاولات هادو اللي غادي ندير لخويا، هما هادو وتندير فيهم هاد الحشو هذا بهذا الشكل هذا، اللي بغات الفرماج ممكن ديرو. وغادي نسد عليهم هكا، تنسدهم هكا مزيان صافي، وتندير لهم هكا. وغادي نبدا نقرصهم، اللي درتها نديرها ونقرصها في نفس الوقت، تنطلقها ونحط في واحد المنديل بهذا الشكل هذا صافي. انا غادي نحاول ندير واحد 10 ولا 8 هكا على حسبتي، ونوريكم الاخرين اش غندير بهم. صافي هذوك ديال الحشو ها هما كلهم عمرتهم، حتى
تنوضع هنايا اللي درت تنحط هنايا هما هادو اللي عمرت كاملين 8 وغنغطيهم بهذا الشكل هذا غنخليهم هنايا وغندوز لهاد الاخرينات درت هاد اللي خاويات هنايا هادو 4 ما فيهم حتى شي حاجه وهادو بغيتهم ليا انايا غنشدهم انايا هادو غندير ليهم هكا نوري لكم اش غندير ليهم غادي نعمرهم باردين العجين تنحاول نطلقوه هكا في الطول ديالو بحال الشكل ديال الباكيت اوكي وغادي نوضعهم هنايا غنستمر ندير هاد الجوجات حتى هما بنفس العمليه وغنخليهم هنايا والعجين راه بدا تيخمر غنحط هنايا هادي هكا غندير الاخرينات بجوجات بحالها وغادي ودرت المقلة هيا غنبدا نطيب حطيتها كتسخن باش غنبدا على بركة الله هنا صافي درت المقلة اللي تسخن غادي ندهنها بواحد شوية ديال الزيت هاد المقلة نقص شوية هكا وغنبدا نهز نهز هاد اللولات هادو هادي هي اللي درت اللولة بسم الله وغادي نوضع هنايا بهاد الشكل هذا هاد المقلة تا هي سخنات اوكي هانتو تنهز وتنوضع هنايا غادي نزيد عليها دابا شوية ملي درتها دير لي واحد شويه ديال الزيت باش يجيو رطبات وزوينات غا هادو بالحق هكا خليها شويه تتشد راسها وهادو هنايا راه كديروهم باغيه تحاولوا تقلبوهم شتي ندير واحد البالة اخرى لان هذيك فيها الزيت لان هادشي خمار راه كيعجنت كما شفتوا معايا كيعجنت كي بديت كنقاد يعني ما تعطلتش غنقلبو هادي هانتوما شوفوا هاد الخاوي هانتوما ما شاء الله ها هو غيبدا يتنفخ شفتوا تنبرك عليه كاع من الجوانب ديالو تنبرك عليه كاع من الجوانب ديالو باش يتحمر ليا كل نيشان شوفوا هادي ما نساوهاش غنحركها تا هي مزيان صافي هادي شوفوها هانتوما هادي هي غنحيدها دابا شوفوا كيفاش تنفخ وغنحيد دابا ها انتم غنحيدها ونوضع هنايا نحيد هاد الاخرى تاعي هي شفتوا ها هي غادي نوضع هنايا غنستمر بنفس العمليه هنا غندير هادوك الطوالين نوضعهم تما انتم شوفوا معايا هاد الطويله هنا ها هي يلا حطيتها غادي نقلبها المقله دابا سخنات غتساعدني دغيا غادي نكملهم دائما مع شويه ديال الزيت هكا نزيد شي حاجه نغطي هذا الشيء شي الباسبور غادي تنفخ كله ما شاء الله شفتوا شفتوا كي داير تحاولوا تقادوها تديروها طيب كاع من كلشي الجناب ديالها وما نساوش هادي هادي ما نساوش شوفوا ما شاء الله كيفاش راه كيشهي بزاف ماشي غير شويه غنستعمر هكا دابا صافي نحيد هاد الباكيطه حتى هي باش ما تحرقش ها نتوما شوفوها معايا شفتوا ها غنوضعها حتى هي هنايا انا كملت هاد الطاح هذا اللي عامر ها هو هاد الاخرين ها هما غنحلهم لكم راه كملتهم قبيله هاد ها نتوما شوفوا معايا السخونية ديالها غادي يخرج منهم الدخان وهما باقيين سخان ها انتم شوفوا معايا شفتوا الدخان خارج منهم سوفي دي الفومو ها انتم شوفوا ها كلهم هكا هادو غنخليهم ليا دياولي انايا وهذوك الاخرين غادي نعطيهم الخويا ونوري لكم هادو اللي عمرت خليهم بعدا سخونين كلشهم هنايا غنوري لكم هادو من الداخل ديالهم بسم الله هادي ويلا شوفوا ما شاء الله شوفوا اوف شتو كي دايرين ها خاوي كله مهوي غا هو الطريقه اللي كانت عندكم في 2 كيلو ديال الدقيق غشدوه وديروه دغيا سربوا عليهم وانتم دايرين عجنتوه دغيا بداو ديروهم ما تخليوهمش حتى تكملوا تيفاد لكم العجين وما غاديش يطلعوا لكم ما غاديش يخمروا صافي وغادي نخلي هذه المي يرجعكم ليتهاوشوا ليا هذه اللي نقصت
وديك الاخرين غنغطي كلشي باش غادي نعطيهم لخويا. وجاكومو عطيته الفول، ها هو تينقي في الفول، راه واحد الباكيه كان فيها نص كيلو. فينيتو جاكومو؟ راه قريبا كمل. هاو شفتو كومي ستاي؟ ايه كوزي كوزي شويه شويه. قال لكم شكرا لكم بزاف، غراتسي بيركي توتي تي عاوغورانو بونا غوريجوني. برافو جاكومو، شكرا لكم كاملين اللي كيدعوا مع جاكومو. الله يشافي الجميع. قال لك دارو راسو. ايوا اش غيدير، معليش الصبر. يلا غنخرجوا نجيبوا شويه ديال الكرافس. ايكلو كوا جاكومو؟ ها كويستو بال غروسو شاي ولا انتم شوفوا ما شاء الله الكرافس. ها هو هذا هو الكرافس. على طري دوه غيزيدني واحد جوج عريشات باش غندير واحد الحريره بيضاء. حريره بلا مطيشه، مطيشه كاينه موجوده ولكن غنديرها بلا بها باش ما تضرنا ما دير لينا حتى شي حاجه. غنوريها معكم الجديد دائما. غنزيد عليها المعدنوس والقزبر، غنرققهم واحد الرويس ديال البصله ونتلاقى معكم. انا رققت القزبر والمعدنوس والكرافس ها هو هنايا، درت واحد البصيله هي ان شاء الله حتى هنايا. وجاكم هو تيقطع ليا في الفوق باش غنديروا مع داك الفول. ها انتم قلت ليه دير ليا كيف ما معتاد انا كندير ليهم، قال لي لا دير ليهم بهذه الطريقه هذه. احنا غادي نديروا هذه الطريقه ديال جاكم حتى هي، نخليهم هكا يعني تتحيدوا لهم كاع دوك الجوانب ديالهم. تي دونك كي عيو جاكم ناتين وغادي يخويهم دابا هكا من الداخل ديالهم، غيحيد لهم كاع داك الزغب كيف ما غتشوفوا معاه هكا. شفتوا؟ ومع الحامض دائما تديروا الحامض باش يبقى لكم نقي وزوين. صافي غيكمل هاد الاخرين حتى هما اللي عنده هكا، وانا غندير هذاك الكرافس غنرقو مزيان وغادي ندوزو باش نردو الحريره. المقراش دايره تيطيب ديال الماء يغلي مزيان. وها حنايا معاكم صافي هنا. وتنجي للطنجره اللي غادي نطيب فيها، درت فيها واحد البصيله وغندير فيها واحد شويه ديال العدس هكا، وغندير فيها هاد الكرافس ها هو بعد ما رققته هنايا. ماشي بزاف، غير شويه. ها انتم كيف ما تشوفوا معايا هكا، ما تقلقوش بزاف. صافي وغادي نضيف عاوتاني القزبر مع المعدنوس حتى هما هنايا، شويه ديال الملح وشويه ديال السكينجبير. تقدروا ديروا غير الملح الا ما بغيتوش ديروا كاع داكشي، وشويه ديال زيت الزيتون هكا. صافي وغنشعل عليها دابا البوطه ونحرك هذا الشيء مزيان هكا، نخليهم واحد شويه تحر ليا هاد البصيله. صافي غنسكر عليها نخلي مع شويه تشحر. هنا شوفوا الكوكوت، من بعد ما هادشي شويه تيتشحر. الناس اللي كياكلوا اللحم يمكن يديروا الدجاج، يمكن يديروا الهبره ديال اللحم، يديروا اللي بغاو هنايا يتقلاو مع هادشي ويخليوها حتى هي طيب. انا ما غاديش نديرها، انا جاك ماما كياكلش اللحم مابقاش عندي الحوت، ما كايناش حتى شي حاجه هكا. وغادي ندير معاها دابا اللي عندها الخميره البلديه غدير بحالي. غادي نشد واحد المعلقه، ها هي الخميره البلديه شوفوا ما شاء الله. شفتوا؟ غنهز منها واحد المعلقه باش نبقى دائما نشطها نفعلها باش ما تخسرش ليا. البارحه درت بها دوك الحريشات جوما شهيتكم. غنعلقها هكا، اللي ما عندهاش غدير معلقه ديال الدقيق. هذه دابا غنزيدها واحد المعلقه ديال الدقيق واحد شويه ديال الماء وغادي نشطها عاوتاني باش تبقى ليا دائما مزيانه. غادي نزيد على هذه واحد شويه ديال الماء، غنجري هاد الخميره هذه لان عاقده. صافي بعد ما خلطت هاد الدقيق هنايا هاد الخميره البلديه، ممكن نتوما ديروا الدقيق كيف ما قلت لكم الا ما عندكمش. الا عندكم راه كتعطيها واحد النكهه زوينه. وغنديرها هنايا هكا نخويها، ماشي دورتها دابا، غا بغيتها باش تجيني شويه عاقده. غنخليها دوك الكواري كلشي غيطيبوا كلشي غادي يتحلوا من بعد، وغنخليها هكا تزيد عليها هادي غا شويه ونخليها هنايا طيب. وغندوز دابا للقوق. ها هو القوق شديته ودرته هنايا في الطنجره، درت معاه شويه ديال المعدنوس وغندير ليه الثوم فوالا، غندير شويه ديال زيت الزيتون شويه ديال المليحه سكين جبير الكركم، لا ماشي الكركم هذا البابريكا التحميره، وغندير اوريغانو هكا، وغندير هاد شويه ديال الفول هاهو نديرو تا هو هنايا. غنخليهم واحد شويه وغنوري لكم. صافي هنا وتنجيب الماء دايما مقراش حدايا وغادي نروي هنايا هاكا، نغطيهم بشويه ديال الماء. صافي وغنسد عليهم وغنقاس عليهم البوطه وغنخليهم تيطيبو على راحتهم.
وغادي نشد واحد خمسة البصلات هاهما كيف ما تشوفوا معايا، غادي نشدهم وغادي نطحنهم. تنخلط هاد البصيله ها هي مزيان وتنوضعها هنايا في هاد الطنجره هانتوما. غنكمل هاد الثلاثه الاخرين، درت جوجات وغنزيد هاد الثلاثه الاخرين تاهما نكملهم وغادي نوري لكم. صافي هنا وتندير الملح، الكركم، سكينجبير، زيت الزيتون، ندير تقريبا شي نص كاس ديال العنبه، وغادي ندير القزبر والمعدنوس مطحونين بجوج هنايا، غندير هكا وغنوضع كلشي على النار. نشعل عليه من البوطه ونخليه واحد شويه وغندوز انايا لهاد الشوربه هادي ها هي اللي درت هكا. وغندير فيها دابا الحمص، هانتوما حريره بيضاء هكا قربت دابا طيب، نزيدها شويه ديال الربيع حتى لاخر لحظه تيبقى فيها زوين النسمه ديالو هكا، وغنخليها عشوية تغلى لان الحمص يلا ضفتو دابا بارد، غادي نخليها عشوية تبدا تغلى العدس طاب، وغادي نوجد الخميره البلديه باش غادي نورها. شويه ديال الزعفران، غندير شويه ديال الزعفران مع هاد البصله هنايا هكا اوكي، ونحرك المكونات. صافي غادي نخليهم دابا تما، غادي نضيف هاد الفخيضات ديال الدجاج غنستفهم هنايا هكا. صافي درت 8 الفخيضات اللي درت، صافي غنسد عليهم دابا الكوكوت، غنقص عليهم ما غندير لا ما لا حتى شي حاجه، غنقص عليهم وغادي نخليهم على نار مهيله حتى نشم ريحه الدجاج. صافي هنا وجدت الخميره بلديه ها هي كما تشوفوا معايا هكا، غنهز منها واحد جوج معالق غنوضعهم هنايا بسم الله، وغنزيد عليهم شويه ديال الماء غنحاول نجريها شويه ماشي بزاف غير شويه باش غادي هي باش غادي ندور، وهذه غنزيد فيها شويه ديال الدقيق دابا والماء ونخلط مزيان ونخليها عاوتاني المره الجايه باش تبقى دائما نشيطه. صافي هنا ها هي كتغلي، زدت لها واحد شويه ديال الماء قلت لي بغي شي حد يشرب معنا هانتوما شوفوا معايا، وغنزيد ليها هاد الخميره البلديه هكا راه هادي جات تكون خاطره من الاول ديالها، وتنزيد ليها دابا هاد الخميره باش تنزيد تعقدها بحال الحريره تتولي حريره غير هي بيضاء ما تتكونش حمراء هانتوما شوفوا معايا، تتكون جيت صحيه اللي بغا تاكل شعريه ولا بغاتها ولا شي حاجه ممكن ديرها انا ما عنديش مشكل. ايا ما غاديش نديرها هانتوما شفتوا، غنخليها دابا هنايا تغلي مزيان حتى تتعقد ليا ودوك الكواري كاع كلهم غادي يطبخوا مزيان وكيتحلوا، وغادي نشوفوا الفول ها هو شفتوا ها الفول ها هو راه غادي نقص عليه نخليه كيطيب هنايا. هنا غادي نجي لهذاك الحشو ديال هذاك البطبوط، تنشد غالي الطوماط سوغيز هكا وتنقسمهم على اربعه كيف ما تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا، وعندي الفجل حتى هو غادي نقطعو رقيق بهذا الشكل هذا، قطعو شرائح هكا، والخص حتى هو درتو في هذيك المويكينه واحد شويه غادي نطحنو الرقو تما، وواحد شويه اخر خليته هنا هو داك سبيناتشينو ديك السبانخ داك الوريقات الرقيقين، وعندي هنا الخيار، الخيار حتى هو غادي نديرو هكا طريفات صغار. صافي هنا قطعت هاد الشليضه هادي هاد الشكل وغادي نضيفها هنايا، فيهم الافوكا ها هي نجيب واحد النص ديالها ونحيدو وغادي ندير ليه هكا. صافي وغادي نخرج كلشي وغادي نوضعها هنايا، الا ما كانتش الافوكا ما ديروهاش، الا عندكم خضره اخرى اللي متوفر عندكم نتوما ديروه، دائما ما تهتموش لهذا الشيء اللي كاين كديروه. شويه ديال الملح تنديروه هنايا هكا، وغندير زيت الزيتون شويه هنا، غندير شويه ديال زيت الزيتون في هذا الطبسيل حتى هو بهذا الشكل، وغادي ندير فيه هذا الجبن هذا ديال المعز بحال الشكل ديال فيلادلفيا ولا شي حاجه هكا عندكم ممكن ديروها، غنديرو هنايا وغادي نضيف ليه واحد شويه ديال الزعتر وغادي نحاول نديرو هنايا هكا في وسط الزيت، غادي كاع نخلط هذا الشيء، خلطت هذا الشيء مزيان حتى هو داك الزيت ومليحه
وهنايا تنجي لهاد الباكيط بطبوط تنقسمو هكا بهاد الشكل هذا وتنحل من هنا. هانتوما راه دغيا كيتحل كيف ما تشوفوا معايا، وتندير ليه هاد الجبن. غادي نحاول نديرو ليه حتى الداخل ديالو. ديروا اي جبن عندكم راه تيجي بنانين، هادو تيجيو زوينين هكا. وغادي نجيب السبانخ، ها هما هما، غادي نحاول نسمهم هنايا، نسمهم هكا، وتنشد واحد الورقه ديال الخص تنعمرها ندير فيها هكا القياس ديالها، وغادي ندخلها دابا هنايا. وتنجيب الطبق هنا غادي نحط فيه بهذا الشكل هذا، انتما شفتوا. حتى الاخر غادي نوري لكم شنو غندير لهم، غنكملهم كاملين بهذا الشكل هذا، وغنحط حدا الاخرى حتى هي هنا صافي. من بعد ما عمرتهم ها انتما كيجيو هكا واحد لواحد، كل واحد تيشد ديالو ويعطو كاسكروت بهذا الشكل هذا. وغادي نغطيهم دابا بالسلوفان، كما قلت لكم البروغرام بدل. غادي ندير لهم البلاستيك الغذائي وغادي نغطيهم مزيان باش ما يتزلعوش لينا في الطريق. غنوري لكم الشوربه، ها هي الحريره البيضاء، ها انتم ها هي هذه الحريره البيضاء، شفتوها حريره، ها هي بيضاء ما تديروش فيها مطيشه ما تديروش فيها الخرقوم، تتحيدوا ليها جوج مكونات وتتبقى باللون ديالها، ولكن راه ما كتقنعوش منها، راه كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها، ما فيها لا حموضه لا تقل لكم على المعده لا حتى شي حاجه، كتجي زوينه. شوفي القوق حتى هو ها هو وجد، غادي نوضعو حتى هو هنايا بهذا الشكل هذا، طيب مزيان هو وسميتو والفول كلشي طيب. نقد ليهم الديكور صافي، تنحط كلشي هذا الشيء هنايا، كل واحد ياكل شويه، انا ما كنتش هو لا كلشي تبدل البروغرام حتى اخر لحظه، ولكن معليش الخير موجود. غطيها باش تبقى ليا موجوده الحريره، طفيت عليها غنسد عليها، بقات ليا دابا غير هذاك الدجاج، انا غادي نمشي نحل عليه. اوكي هنا غندوز الدجاج، ها هو راه هو وجد، ها نتوما شوفوا راه طاب. غنبدا نهزهم دابا ونوضع هنايا كاع هاد الفخيضات كلهم، راهم طايبين مزيان هانتوما شفتو، شفتو كيتزلع. غادي نحيدو هنا نخليه يبرد، غنحيدهم كاملين نصفيهم. هنا شديت هداك المرق اللي بقى ليا ديال الدجاج ولا نديرو هنايا، صفيت منه واحد شوية ديال الماء، وداك الشي اللي بقى ليه غادي نزيد عليه واحد ربعة البيضات غدوك البصيلة اللي بقات، وغادي نبدا نحرك دغيا هكا ونخلط كلشي هادشي. هنا ما نخليوش البيض يتساح بزاف، غنطفي عليه صافي، وغادي ندير ليه واحد المعلقه ديال العسل هكا باش تولي هذاك المذاق ديال هذا الشيء اكرو دولتشي، ما مالح ما حلو، تيولي المذاق ديال البصله زوين. نحرك كل شيء مزيان، وغادي نحيدو من هذا المقله هذه باش ما يبقاش، لان سخونه غيبقى يزيد يطيب ليا هنايا. نحيدو من السخونه خوي كل شيء هنايا هذا الشكل هذا، ونخليه يبرد. وغندوز دابا لهداك الدجاج، غنحيد ليه العظيمات ديالو، وغادي نتلاقى معكم من بعد. غنطحن واحد شويه ديال اللوز وشويه ديال الجنجلان. هنا كملت الدجاج، ها هو خليه هنايا يبرد مزيان، وطحنت غير واحد شويه ديال السكر كلاصي، ها هو لان ما عنديش السكر، داك السكر ديال القالب ديال النمر طحنته هنايا هكا كيف ما تشوفوا معايا. هادشي اللي بقى ديال السكر ماشي مشكل، غنخليه وغندير معاه اللوز. عندي هاد الطاسه ديال اللوز، وغادي نوري لكم علاش انا كاع درت هاد البسطيلات، لان كليتها عند واحد السيده حمقاتني بزاف ماشي غير شويه، لان دايره فيها الجنجلان واحد المذاق ما تعرفيش اشنو فيها. ملي سولتها قالت لي راه فيها الجنجلان، غادي ندير معاها واحد شويه ديال الجنجلان، هاد الكميه اللي درت ديال اللوز شويه ماشي بزاف، قالت لي هي راه دارت تقريبا شي جوج معالق، المهمه كيعطيوها النسمه. ها انتم هكا، وغادي نطحن دابا كلشي صافي هنا، وتنجيب هاد البيض مع هاد البصله وتنخلط كلشي مع الدجاج. كاين اللي كيدير هاد الحشوه تيخليها بوحدها، ولكن راه انا قلت لكم ملي كليتها راه السر ديالها هو هاد الشيء هذا، نتوما كيتخلطوا هاد المكونات الدجاج مع البصله مع البيض كله تيتخلط هكا
شوفوا الهيها راه طحنت اللوز مع جنجلان ها هو هنايا صافي. وغادي نبدا دابا نشكلهم. هيا نخليها وغنبدا نشتغل الورقه فيلو. هيا غنحلها ونجيب الزيت باش غادي ندهنها ونبداو على بركه الله. نجيب الزيت هنايا هكا وتندهن نشدها تنقلبها. هذه اللي تندير ليها الزيت تنقلبها على الاخرى باش تدير ليا حتى الاخرى حتى هي تولي الزيت عندي حتى في الاخرى فيهم بجوج صافي. وغنبدا دابا نهز بالورقه صافي وتنجيب هذا الشيء ندير اللوز هو الاول نديرو هنايا وغادي ندير عليه الدجاج وتنزيد عاوتاني اللوز اللوز من تحت ومن الفوق هكا وتنجمع هذا الشكل ونطويهم واحد شويه من هنا وشويه من هنا شويه هكا صافي. وغادي نبدا نجمعهم هكا مسطحين هكا صافي. تنوضع في واحد المول مدهون بالزيت غنستمر هكا حتى نكملهم كاملين. بوستوكم سبرين الفيديو هنا صافي كملت هذا المول هذا عمرتهم درت 10 هنايا. هادو اللي خاصنا نوجدهم دابا للفطور ها هما وغادي ندخلهم للفران على درجه حراره 200 بالمروحه من الفوق ومن التحت. هادو ما كملتهم هادو درت لهم القرفه من هنايا درت لهم الزيكزاك ديال القرفه. هادو درت لهم السكر لان كاينين الوليدات اللي ما تيبغوش القرفه. هادو خليتهم ليا انا بلا حتى شي حاجه. غنحل معكم شي وحيده من هاد الدياولي هادو ها نتوما شوفوا معايا بسم الله شوفوا كيفاش تيجيو من الداخل ديالهم شفتوا تيجيو معلكين تيجيو زوينين يعني ميني بسطيلات بهذا الشكل هذا. نتمنى انهم يعجبوكم حتى هما. هنا صافي هزينا كلشي ومشينا عند دار خويا ها الحريره البيضاء. نتمنى كل واحد عنده مشاكل مع مطيشه ولا مع الحموضه ولا شي حاجه يجرب هذه الحريره البيضاء لان كتجي بحال الاخرى تماما ما كاينش الفرق في ريحه الكرافس والقرص بار وداك الشيء تجي زوينه. نتمنى انكم تجربوها. والحريره اللي جابت السيده اللي قلت لكم ها هي الله يخلف عليها من هذا المنبر بغيت نشكرها. وعاود ثاني جاكم هو بارك هنايا وحطيت لي الحريره البيضاء بسطيلات اللي صايبتها وما على شكل ديال السيجار اولا هكاك بحال البريوات. وخويا دار غشليضات مطيشه القوقا هو مع الفول وليميني كيش صايباتهم هذيك السيده الله يخلف عليها صايبات لهم المسمن معمر الشباكيه البريوات كلشي عطاتو لهم سلو لي ميني بيتزي لي كريب معمراهم حتى هما. خويا دار العصير وديت هذاك الديسير اللي صايبت انا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال المائده ديال الافطار ديالنا. هو هذا اللي كان مهم هو اننا تجمعنا وشفت خوتي والحمد لله وشكرا لكم.